صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بيكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. امبارح وإحنا بنقلب على السوشيال ميديا لقينا بوست واخد مساحة كبيرة من الانتشار وكمان من الاهتمام من قبل الناس، وتعليقات كتيرة جدا عليه. مش بس كده، صور انتشرت مع كلمتين مكتوبين على الصور طلع ترند على تويتر. ايه الحكايه؟ الحكايه عند مجموعه من الرجاله في الشرقيه قرروا ان هم يريحوا زوجاتهم ويعملوا بنفسهم كحك العيد. شافوا ان طاقتهم طاقه زوجاتهم خلاص على وشك الانتهاء، فقرروا ان هم يساعدوهم زي ما احنا شايفين كده يا جمال. هي شاذلي، انا لما شفت الصور انا اتبسطت جدا، عجبتني جدا الفكره. بس في حاجه كمان بقى اتبسطتني اكتر، انه صاحب المبادره اللي فكر في تنفيذها كتب وقال قررنا نريحهم، كفاية عليهم غسيل السجاجيد وتنظيف البيت، حرام كل الجهد اللي بيتحملوه. العيد ليه شدة والضغط الواقع على كل سيدة بيكون كبير، عشان كده مفيش مانع في مساعدتهم في الطبخ أو إن إحنا نعمل لهم الكحك. طبعاً ده كلام مظبوط. من ضمن الحاجات كمان اللي هم شايفين إن هم كان لازم دلوقتي إن هم يساعدوا زوجاتهم، عشان هم تعبوا طول شهر رمضان طبعاً في المطبخ. لفتة، هي لفتة طيبة طبعا بكل تأكيد، وفيها رسالة بتحث على أن الحياة الزوجية مودة ورحمة وتعاون ومساعدة بين الزوجين. الحياة الزوجية أبسط من التعقيدات اللي بنشوفها في بعض الأحيان. ما فيش فينا بقى مين فينا الأقوى، مين هيفرض كلامه على التاني، هنشوف مين اللي هيعمل. هي دي المودة والرحمة. يعني كمان للأسف احنا الفترة اللي فاتت لما كنا بنتابع على السوشيال ميديا كنا ممكن نلاقي تعليقات سخيفة شوية، أو بنلاقي حتى بوست بتتكلم على أنه الست هي اللي بتعمل كل شغل البيت وأنه مش المفروض أن الراجل يساعد أو العكس. بنشوف كده شوية حاجات بتتكتب غريبة. فأنا كنت مبسوطة جدا بفكرة المبادرة دي، والتعليقات بقى كمان المكتوبة، تعليقات البنات على مبادرة الأزواج في الشرقية هما بيعملوا الكحك لزوجاتهم كانت لطيفة جدا. شوية بقى تعليقات بقى زي إيه مثلا. واحدة قالت شوفوا لنا عريس شرقاوي يا جماعة. حد تاني كاتب بيمدح طبعا في المبادرة وبيقول أهل الشرقية أهل كرم وطيبة وعلى الفطرة السوية وقلوبهم نقية. الحقيقة أنه يمكن فعلا أهل الشرقية معروفين أنهم أهل كرم، لكن خلينا أقول والله يعني أهل مصر كلهم أهل كرم، إحنا أهل كرم يعني، خلينا نتفق على الموضوع ده. بس هو طبعا معروف عن الشرق، يعني الكرم كل رمضان بيعزموا القطر زي ما هو معروف بالزبط. وبنشوف الصور كل رمضان بيعملوا كده. وانا عاجبني كمان ان هو مش كحك بس، ده فيه فطير كمان. كحك وفطير، انا شايف مكرونه بشاميل تقريبا في الصور. ولا استنى بس ولا ده جوع ولا لا ده جوع رز معمر حاجه كده. في الموضوع ده بالنسبه ليك ايه الموضوع؟ بتساعد في اي حاجه؟ كحك بقى مش كحك؟ لا هو مش كحك بصراحه، هيبقى صعب الكحك والله. بتساعد؟ لكن بساعد والله. في ايه؟ بساعد باستمرار في كل حاجه في البيت والله، يعني بمنتهى الامانه والله. ممكن اساعد في تقليب حاجه مثلا، تقليب الشعريه عشان نعمل رز، اعمل سلطه، اعمل شيبسي. بجد والله بمنتهى الامانه بعمل كل الكلام ده، وبغسل مواعين كمان بالمناسبه. يعني بغسل مواعين كمان صعب. يعني في انا امبارح فاطر لوحدي في البيت، وعشان كان عامل مواعين كتيره قوي فقمت غسلتها على فكره، عشان هي لما ترجع. عشان انت كنت بتاكل لوحدك؟ ممكن برضه عشان نوضح الموضوع. طب لا شوف، ميرسي على مساعدتك جدا يا شاذلي، والحقيقه احنا يعني قلبنا مع المدام. على اي حال يعني بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، بنبدا معاكم حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الفل على حضراتكم.
قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على دينا وطمنا على حاله الطقس وكمان اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير محمد. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير. صباح الخير على كل المصريين في كل مكان. شايفين في هوا كده الصبح؟ لا هو حر مش هوا ده. في هوا بس هوا انت شفته فين الهوا ده؟ والله النهارده الصبح بفتح الشباك الصبح لقيت في هوا. ما هو الهوا دي هي الكتل الهوائيه هتبقى ساخنه كمان شويه. تعالوا فعلا دلوقتي ناخدكم جوله سريعه كده عن احوال الطقس وكمان اسعار صرف العملات اللي هنبدا بيها دلوقتي. وبالنسبه للدولار الامريكي هو سعر النهارده للبيع وسعر الشراء ليه. سعر البيع 18 جنيه 52 قرش و 18 جنيه 44 قرش للشراء. اليورو 19 جنيه 43 قرش للبيع، 19 جنيه 33 قرش للشراء. الجنيه الاسترليني 23 جنيه و 3 قروش للبيع و 22 جنيه 91 قرش للشراء. فرانك سويسري 19 جنيه و 2 قرش للبيع و 18 جنيه و 92 قرش للشراء. بالنسبة لليوان الصيني 2 جنيه و 80 قرش للبيع، 2 جنيه 78 قرش للشراء. ريال السعودي 4 جنيه 94 قرش للبيع، 4 جنيه 91 قرش للشراء. دينار إكويتي 60 جنيه 41 قرش للبيع، 60 جنيه و5 قروش للشراء. وأخيرا الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و4 قروش للبيع و5 جنيهات وقرشين للشراء. بالنسبة لأسعار الذهب وعيار 18 النهاردة وصل لحوالي 960 جنيه، عيار 21 وصل ل 1120 جنيه، عيار 24 1280 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 8810 جنيه. بالنسبة بقى لحالة الجو جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة، طبعا زي ما احنا حاسين ان هيكون في طقس حار بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. هو معتدل على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 24 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. مرحب بحضراتكم من جديد، وبنبدأ معاكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، والبداية مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهنئته لأبناء مصر في الخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. قال سيادة الرئيس في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر في الخارج لأبناء الجاليات المصرية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. قال سيادته: الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يجعله عيداً مباركاً سعيداً، وأن يعيده عليكم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقي. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1443 من الهجرة. وجي نص البرقية: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى الوطن المفدى وشعبه العظيم بكل الخير واليمن والبركات. ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم باستقبال عيد الفطر المبارك يجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن، حراسا للأرض والإرادة، عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يعزز من قدرتها ودورها الوطني في الدفاع عن الوطن ومقدراته وتاريخه الحضاري العريق. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير والنماء لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير. كمان امبارح كان في اخبار كتير واحداث مهمه، منها الحكومه استعرضت نشاطها الاسبوعي وقراراتها التسعه في انفوجراف، وايضا نفت صدور قرار بالغاء الصف السادس الابتدائي واتاحه التقديم لحج القرعه السنه دي طول ايام عيد الفطر المبارك، واخبار تانيه كتير نستعرضها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي.
الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الموضوعات والأحداث، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوغرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 23 ولحد 29 إبريل، واللي تضمنت الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. كمان أكدت الحكومة إن الأخبار المنتشرة عن إلغاء الصف السادس الابتدائي غير صحيحة وإنه ما صدرش أي قرارات بخصوص الموضوع ده، وشددت على استمرار سنوات الدراسة زي ما هي بدون حذف أو تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، ونجدت الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الأخبار اللي زي دي وإنهم ياخدوا معلوماتهم من المصادر الرسمية. وشهدت كمان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع، وده بخصوص تأمين جودة التعليم والتأهيل للأطفال ضعاف السمع. وعملت وزارة التضامن حفل إفطار جماعي للمتعافين من الإدمان بمنطقة بشاير الخير، وده في إطار الحرص على استمرار تقديم خدمات ما بعد العلاج. أيضاً تم إطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطي المخدرات ببشاير الخير وتسليم الفريق اللي فاز كأس البطولة ضمن حملة المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش. كمان هيستمر التقديم لحج القرعة طول فترة العيد ولحد يوم 6 مايو، واشترطت وزارة الداخلية على المواطنين المتقدمين للحج توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فيجب على المواطن إنه يختار الجهة اللي يحج من خلالها زي قرعة، سياحة أو تضامن، ويكون التقدم لمرة واحدة بس لأي جهة من الجهات المنظمة للحج. وهيستمر التقديم لحج القرعة في جميع مراكز وأقسام الشرطة في كل مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة. تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وزارة الداخلية قررت استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية السنة، ومد فترة عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية في إطار مبادرة كلنا واحد حتى الأول من شهر يونيو. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجاري، فقد تقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجاري، تخفيفاً عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها الأحداث على الساحة الدولية. وتشهد منافذ أمان وفرة كبيرة في المعروض من مختلف أنواع السلع كما تتسم بجودة عالية والانتشار الكبير لمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. كما تقرر بمناسبة عيد الفطر المبارك استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى الأول من شهر يونيو القادم لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والتي تقترب من 1000 فرع. وقد حققت المبادرة نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها في تخفيض الأسعار. نحب نطمن المستهلك ان المبادره ممدوده معانا بكل الكميات، ومش عايزين الناس تقلق، احنا بنبعت رسائل طمانينه ان كل المنتجات موجوده وباسعار مناسبه، وفي بعض المنتجات بتوصل الى 60%. هو بصراحه انا كنت نازله اشتري حاجات يعني لوالدتي وللاسره عندنا، ولقيت ان في تخفيض في الاسعار كبير جدا وفرق اسعار، يعني انا لما كنت احاسب لقيت ان في فرق اسعار كبير. كل العالم فيه ارتفاع شديد في الاسعار، تيجي مبادرة زي دي في وقت زي ده بصراحة خففت كتير عن المصريين، أسعار كلها في متناول الجميع، تخفيضات 30-40%، حاجات جميلة وفي متناول الجميع. يعني بنشكر فخامة الرئيس على المبادرة دي، خففت عن الناس كتير. استفاد المواطنون من التخفيضات في شراء متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة مع وفرة المعروض من كافة أنواع السلع والتي تتسم بجودة عالية، وهو ما أشاد به وبحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عنهم مهما كانت الظروف والمتغيرات التي قد تؤثر على الأسعار.
هي المبادرة بصراحة جميلة، فيها خصم من 30% ل 40%، الحاجات جميلة جدا في ظل الأسعار اللي احنا شايفينها العالمية ديت، فتعتبر حاجة كويسة جدا يعني. والله حاجة كويسة، وريت تستمر السنة كلها بحيث انها تظبط برضك السوق بره أفضل وأفضل يعني. السعر طبعا في المبادرة مختلف عن بره أكيد يعني، ألف سعر طبعا. شيء جميل جدا انك تلاقي كل حاجة في مكان واحد وتقل في السعر، ربنا يخلينا الرئيس. بنشكر سيادة الرئيس وبنشكره على المبادرة دي، ودايما حاسس بالناس. يا بنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا. المبادرة انتشرت فعالياتها وامتدت على مستوى الجمهورية بكل المحافظات بتنسيق بين مديريات الأمن وكبار الموردين والتجار بكل محافظة، وهو ما انعكس على وفرة المعروض في السلاسل التجارية والشوادر المقامة لهذا الغرض. وقد حرصت الوزارة على توضيح عناوين السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة في المبادرة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسهل الوصول إليها. عطاء متجدد من مبادرة كلنا واحد، وفعالية كبيرة حققتها منذ انطلاقها نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويظهر تأثيرها واضحا في المناسبات المختلفة التي تتزامن مع إطلاقها لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مع تأكيد على استمراريتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم ونتابع اخبار المحافظات. امبارح كان في مجموعه كمان من الاخبار المهمه، منها تمويل 2280 مشروع صغير ب 74 مليون جنيه في بني سويف، ايضا افتتاح 6 مساجد جديده ب 11 مليون و550 الف جنيه في البحيره، واخبار تانية كتير من محافظات تانية خلينا نستعرضها مع حضراتكم. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح. في بني سويف وصل إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنفذة خلال الشهر اللي فات 2280 مشروع بقيمة 74 مليون جنيه، ووفرت فرص عمل زادت عن 3000 فرصة في مجالات ومشروعات الإنتاج الحيواني والأعلاف والملابس والأعمال والمهن الحرفية والفنية والأنشطة التجارية المختلفة. في محافظة البحيرة أكد المحافظ أنه تم بناء وافتتاح أكثر من 435 مسجد، وده بالتزامن مع افتتاح 6 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف في مراكز دمنهور وإيتاي البارود والدلنجات وأبو المطامير وكفر الدوار، وبتكلفة إجمالية وصلت ل 11 مليون و550 ألف جنيه. في محافظة السويس اتفتح طريق السويس القاهرة الصحراوي قدام السيارات الملاكي والأوتوبيسات فقط، بعد ما توسع واترفعت كفاءته علشان يوصل لعشر حارات في الاتجاهين. الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تابع انتهاء مديرية الطب البيطري في الغربية من أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2022 للتحصين ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتسطع، وبلغ إجمالي اللي اتحصن من الحيوانات 215203 من البقر والجاموس بنسبة تغطية 96% و 32014 من الأغنام والماعز بنسبة تغطية 77% بإجمالي 247307 حيوان. كمان تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أعمال التشطيبات النهائية للمباني رقم 1 و 2 لكلية الصيدلة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، تمهيداً لاستلامهم في أول شهر يوليو الجاي، وبيتم تجهيز الأبنية على أحدث الطرز المعمارية الحديثة من حيث التأسيس والبنية التحتية التكنولوجية. الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أعلن عن احتلال الجامعة المركز 78 عالمياً في مجال توفير الطاقة والطاقة النظيفة، بجانب نجاح الجامعة في إحراز تقدم مشهود في تصنيف التايمز الإنجليزي والخاص بأهداف التنمية المستدامة 2022، واللي شملت تقييم مستوى الجامعة في 17 معيار. بعد ما تابعنا الأحداث اللي حصلت امبارح وكمان اللي حصلت في المحافظات، دلوقتي هنشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، واللي منها استطلاع دار الإفتاء هلال شهر شوال. كل سنة حضراتكم طيبين. هتحدد أول أيام عيد الفطر المبارك، وكمان في 3 مباريات قوية في الجولة 17 من الدوري المصري، ومباريات حاسمة في الدوري الإنجليزي وكمان الدوري الإسباني.
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتستطلع دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية، مع تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد المغرب بنص ساعة. وأكدت دار الإفتاء المصرية إنها المسؤولة عن إعلان نتيجة رؤية الهلال، وحذرت على صفحتها الرسمية على فيسبوك وقالت: لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تنشر قبل موعد الرؤية، ودائماً استقوا المعلومات من مصادرها. النهاردة هيكون معدنا مع مباريات من العيار الثقيل في إطار الجولة 17 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. فريق سيراميكا كليوباترا هيواجه فريق النادي الأهلي، والاتحاد السكندري هيواجه غزل المحلة، والإسماعيلي قدام طلائع الجيش، والثلاث مباريات هيتلعبوا في معاد واحد الساعة 9:30 بالليل. لعشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم النهاردة مع مجموعة من المباريات اللي هتتلعب في إطار الجولة 35 من عمر المسابقة. هيواجه فريق ليفربول فريق نيوكاسل يونايتد الساعة 1:30 الظهر، وكمان هتتلعب أربع مباريات الساعة 4 العصر. هيواجه فريق واتفورد فريق بيرنلي، وساوثهامبتون قدام كريستال بالاس، وأستون فيلا مع نوريتش، وولفرهامبتون مع برايتون، وفي آخر اليوم هيواجه فريق مانشستر سيتي فريق ليدز يونايتد الساعة 6:30 بالليل. النهاردة في الدوري الإسباني هيكون معادنا مع مجموعة من المباريات الحماسية. فريق ألافيس هيواجه فريق فياريال الساعة 2 الظهر، وريال مدريد مع إسبانيول الساعة 4:15 العصر، وفالنسيا مع ليفانتي الساعة 6:30، وأتلتيك بلباو مع أتلتيكو مدريد الساعة 9 بالليل. مشاهدينا نروح مع حضراتكم لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمرة معاكم لغاية الساعة 10 صباحا. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول، استنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. دينا كانت بتقول في البدايه ان في كتل هوائيه، دلوقتي هنروح مره تانية لدينا عشان تطمنا اكتر على حاله الطقس وتعرفنا كمان درجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي دينا. صحيح فعلا يا محمد، دلوقتي جه ميعادنا مع جوله تفصيليه عن احوال الطقس. وهيئه الارصاد بتوقع ان النهارده هيكون الطقس حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه شرقيه، معتدل على السواحل الغربيه وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون لطيف في الليل على شمال البلاد لحد القاهره الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم بخير يا رب. وحضرتك طيبة. طبعا احنا عايزين نطمن على حالة الطقس النهاردة، وخاصة كمان خلال فترة أيام العيد، لأن احنا متخوفين يكون بنفس موجة الحر اللي احنا فيها من امبارح بالليل تقريبا. الأول الحمد لله احنا اليوم هنشهد انخفاض في درجات الحرارة، انخفاض طفيف بحوالي 3 درجات عن الأمس، يعني احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 33 درجة مئوية، يمكن ده يكون شبيه لحد كبير بطقس أول أيام العيد بإذن الله. طقس خلال فترة النهار طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بيكون معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد، ده طبعا زي ما بنقول خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس. مع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة طبعا بتنخفض بشكل كبير، والصغرى متوقع تكون 18 درجة مئوية خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى، والطقس بيكون لطيف على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد. طبعا كمان بالإضافة أن في نشاط رياح يمكن احنا مستشعرينه من الساعات الأولى من الصباح. صحيح، ده اللي كان محمد بيقول عليه أن في نشاط رياح، وتروح يبقى رياح هتكون ساخنة يعني بعض الشيء. يعني هو احنا النشاط الرياح النهارده ان شاء الله هيستمر على مدار اليوم، سرعته هتكون ما بين 30 وال 50 كيلو متر في الساعه، ممكن يساعد خلال فتره المساء على تلطيف الاجواء والاحساس بالاجواء الربيعيه باذن الله، بالاضافه كمان ان هو مثير لبعض الرمال والاتربه في جنوب البلاد على شمال وجنوب الصعيد وشمال محافظه البحر الاحمر. بالاضافه كمان زي ما بنقول ان الاجواء دي هتستمر ان شاء الله معانا على مدار هذا الاسبوع، يمكن ان شاء الله غدا الاحد هنشهد انخفاض اخر في درجات الحراره، ثم تعود مره اخرى لل 33 اول ايام العيد باذن الله. عشان كده احنا هننصح كل الساده المشاهدين بقدر كبير جدا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 3 العصر،
بالإضافة كمان إن إحنا مفيش مشكلة نقدر نخفف ملابسنا ونخزي الملابس الصيفية على مدار اليوم، لكن نخلي بالنا من الأطفال وكبار السن، ممكن تبقى خلال فترات الليل الجو فيه نسمة برودة مع نشاط رياح، فدايما لابسين يعني قطعة ملابس إضافية أو ملابس يعني تكون أو جاكيت خفيف معاهم بالليل. يعني الأطفال ترتدي اللبس العيد، لأن طبعا اللبس اللي اشتروه كلهم لبس صيفي، فإحنا كنا خايفين عليهم وعلى الحالة الصحية اليوم. لكن حضرتك بتقولي إن في الساعات الصباح أو الساعات اليوم بتكون الجو مرتفع الحرارة فيه. بالفعل خلال فترة اليوم ما فيش مشكلة خالص من لبس الملابس الصيفية، بس نخلي بالنا من فترات الليل يستحسن يبقى قطعتين اتنين ملابس مش ملابس صيفية كاملة يعني. بالإضافة كمان احنا نتابع النشرة الجوية، لأن طبعا الربيع دايما معروف بتقلباته الجوية، مش ننسى في أجواء العيد عشان لو في أي تغيير في الحالة الجوية هنعلمكم بيها، والقيادة تبقى بهدوء. عندي لسه سؤال مهم جدا، خاصة حضرتك بتقولي أجازة العيد معظم الناس بتسافر لأهليها في المحافظات، بالنسبة للشبورة الجوية صباحا عايزين نطمن من حضرتك عليها خلال فترة العيد. هو باذن الله الشبونه المائيه خلال الايام القادمه يعني تكاد تكون يعني مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، او ما هتاثر على حركه المرور لانها هتبقى خفيفه جدا، وان شاء الله نقدر نسافر ما فيش مشكله. ممكن نلاحظ بعض الاتربه العالقه يوم الاثنين القادم، لكنها برضو مش هتكون مؤثره، نقدر نستمتع تماما باجواء العيد. لكن دايما واحنا مسافرين خاصه في الساعات الاولى من الصباح والساعات المتاخره من الليل، القياده بهدوء تام مع اي ظاهره قويه بتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. وكل سنه حضراتكم بخير يا رب. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلوني دلوقتي أستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 33 والصغرى 17، إسكندرية 24-17، مطروح 24-17، سيوة 31-19، بورسعيد 28-17، دمياط 26-19، الإسماعيلية 34-18، السويس 35-19، العريش 30-18، كاترين 27-18، طابة 34-20، شرم الشيخ 36-24، الغردقة 35-21، الفيوم 35-18، بني سويف 35-20، المنيا 35-20، أسيوط 36-20، سوهاج 40-24، قنا 41-23، الأقصر 41-23، أسوان 43-25، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 39-22، وأخيرا حلايب 37-21. بكده طمنا حضراتكم النهاردة عن أحوال الطقس بالتفصيل، ونعتمد يعني على أن احنا ممكن نلبس الملابس العيد الصيفية صباحا، لكن نخلي بالنا في ساعات الليل. برجع مرة تانية لجمانة ومحمد عشان نكمل معكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا. مشاهدينا زي ما تعودنا مع حضراتكم من بداية شهر رمضان بنتابع معاكم ملخص للحلقات اللي حصلت في اليوم السابق. امبارح كانت الحلقات 28 لمسلسلات رمضان، كان في طبعا أحداث كتير جدا، تفاصيل مهمة وكتيرة جدا، خلينا نعرفها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. أحداث مشوقة شهدتها الحلقات 28 من مسلسلات رمضان. خلونا نبدأ بالحلقة 28 من مسلسل الاختيار، اللي رصدت اجتماع جمع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي بعد خروج مظاهرات 30 يونيو. هنا كشف السيسي المرسي عن البيان اللي بينوي إعلانه للشعب علشان تهدئة الأوضاع. وتهيب القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية، واحتراماً لمطالب شعب مصر العظيم، أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة. هو ده نص البيان يا فخامة الرئيس. مش قادر افهم، يعني هل ده تحذير لي انا؟ لا والله، ده طلب رجاء للجميع انهم يحطوا مصلحه البلد فوق كل اعتبار، لان القوات المسلحه مش هتسمح ابدا بحدوث اقتتال داخلي. بدات الناس في النزول يوم 30 يونيو في ميدان التحرير باعداد كبيره، وبيدور حديث ما بين وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه اللواء عباس كامل. وبيأكد السيسي إن الناس نزلت بالعدد ده لأنهم حسوا بالخطر على البلد والقلق من اللي جاي، وإن اللي بيحصل بيضع القوات المسلحة قدام مسؤولية كبيرة وتاريخية.
عارف الناس نزلت الشارع بالأعداد دي ليه عباس؟ عشان عرفوا حقيقة الإخوان يا فندم. الشعب المصري خاف على وسطيته، خاف على مستقبله، نزل لما حس إن بلده بتتغير ومش هتبقى بلده، نزل عشان يقول لا أنا مش عايش بالطريقة ديت ولا بالشكل ده. اللي بيحصل ده بيحط القوات المسلحة قدام مسؤولية كبيرة، مسؤولية تاريخية. خد وزعهم على الناس كلها. احنا كنا هنهاجر نروح فين بس؟ هنهاجر نروح فين؟ البلد دي بلدنا وما ينفعش نسيبها، ما ينفعش نمشي. أي بلد تانية كنا هنروح هنبقى أغراب وأجانب، وزي ما لينا حق فيها هي كمان ليها حق علينا. وأياً كان اللي هيحصل النهاردة أو بكرة برضه ما ينفعش نهجر. مصر بلدنا ومش هنسيبها. 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 ولسه عمليات البحث عن سياف قائد تنظيم داعش الإرهابي مستمرة في مسلسل العائدون من الأجهزة الأمنية المصرية قبل ما ينفذ عمليات إرهابية وينشر الفوضى في البلاد. وبيحاول أمير كرارة ومحمود عبد المغني وأمينة خليل بقيادة رئيس الجهاز محمد أبو داود في الحلقة إن هم يوصلوا لسياف في أسرع فرصة، وده بعد ما وصلوا للمخطط الخاص بإنه عاوز ينفذ عملية خطيرة. وخلال أحداث الحلقة حقق محمود عبد المغني مع صفوان بخصوص الوصول لأي معلومات بتخص أيمن الموظف في الميناء بعد ما شكوا في وجود علاقة بتجمعه بكمال، وفي الآخر اكتشفوا إنه معاه هوية مزيفة يقدر من خلالها يهرب برا البلد. نحن لنا طرق تخليك تتكلم من غير ما حد يلمسك. على فكرة أنا ما بتهددش ومفيش حد مشغل. عفو عليك، دكر يا أيمن. بمناسبة دكر دي، آخر سفرية ليك بلغ إنك روحت بيت دعارة لمؤاخصة، ده شمال أيمن؟ ولا كنت رايح تاخد فكرة من باب الفضول؟ عامة دي خصوصياتك وأنت حر فيها. لو الحاجة شافت الصور ديت والأولاد هيبقى موقفهم إيه؟ وموقفك أنت إيه؟ بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم بتنازل فاتن عن كل القضايا اللي رفعتها ضد طليقها سيف. كمان قررت ترجع له وتتجوز منه مرة تانية، وده بعد ما خطف بناتها وهددها إن هي مش هتشوفهم تاني. من ناحية تانية هربت البنات من البيت اللي كانوا موجودين فيه واستنجدوا بسيدة علشان توصلهم لفاتن، وقدرت فعلاً توصلهم بيها قبل ما يتم كتب كتابها على طليقها مرة تانية. وهنا قام شفيع والمحامي شكيب بطرد سيف والمحامي بتاعه. معلش عشان عايز انقط واحد صاحبنا. الف مبروك يا عريس، نقطة الفرح. يلا يلا اتكل انت على الله باللي فول وفرق. يلا ويلا. معلش يا مولانا، العروسة مش عايزة تتجوز. يلا 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 من هنا. ما تخليش يلا يلا معاك، انا محتاج يلا 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 حبيبي يلا شرفت يلا يلا مع السلامة. يلا حبيبي يلا 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 رفعت الجلسه حبيبي، مع السلامه. يلا يلا بره. مع السلامه شكيب. يلا حبيبي خد الجلسه دي مشيها. يلا بره 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 بس بقى، هي 70 بره. معلش بره واحده بره. خلاص خلصت، خش. الحلقة 28 من مسلسل مكتوب عليا شهدت إن جلجل قدر يخطف كمال اللي ارتكب جريمة القتل والسرقة، ورجع بدوي مرة تانية بعد ما سابهم وبيحاول معاهم كشف براءتهم من جريمة القتل.
من ناحية تانية بتحاول مزاجات طردهم بعد مساعدتهم، لكن بيقنعها جلجل بالاستمرار في مساعدتهم علشان براءتهم تظهر. ومعاه سلاح، وكمان الخواجة ما ياخدليش حقي. هو عمره ما سطر. هو اهو انا ما اعرفش هيستر امتى. انا ابنه بقالي 35 سنة ما شفتلوش موقف واحد عادل. بس يعني افتكري له الايام الخوالي، ايام السبايين والبرويتا. احنا بس والله كل اللي عايزينه نسبة براءته. خلاص خلاص، هما يومين وبعد كده كل واحد يروح لحاله، فاهمني؟ حاضر. بس بشرط تقولي على ارقام الصبغه بتاعه الاحمر الناري ده اللي عجب البنات والستات كلهم. ادي بتاع مصلحتك انت، بتموت على القرش. بدات احداث الحلقه 28 من مسلسل الكبير قوي بافتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي، وبيقف جوني وهجرس ومربوحه على السجاده الحمراء لاستقبال الفنانين. واعترض جوني على مربوحة لتقديمها المهرجان، لكنها بلغته إن الكبير هو صاحب المهرجان ووافق. مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي في دورته الأولى، ومن أرض المزاريطة أحب أقول لكم أهلاً وسهلاً بكم في أول مهرجان. إيه بندوس على مسمار ولا حاجة؟ لا، عشان أبين أهمية الحدث. anyway أقول لكم اطمنوا، احنا هنغطي الاحداث اول باول وهتشوفوا كل الفنانين اللي بتحبوهم. باي. وياه يا جوني، مش تجددني؟ وانت طبعا ملبس. باي. انا مربوحه مرات الكبير الراعي الرسمي للمهرجان. وفي الحلقه 28 من مسلسل جزيره غمام بيروح عرفات لمطاريد الجبل وبينقذ كبيرهم من القتل بعد ما هددوه للوصول لمكان الذهب اللي بيخفيه، وبيأمرهم يسيبوه علشان ما يقتلهمش. اللي مالوش خير في كبير ومالوش خير في حد يقول فين الذهب وهنحلوه. قلت حلوا كبيركم، حاش عنكم الموت كم مره. من ميت الهبل والدرويش هيمسكوا سلاح. قلت فكوه. عايز تنتقم؟ عايز الذهب والدنيا؟ ولا عايز ربنا اللي شايعني ليك دلوقتي؟ الباب في المغارة وطرح نومتي، تحت الفرشة حجر تقيل، قلوه تحته كل شيء. طبعا خلينا متفقين انه ناس كتيره جدا، واحنا بنشوف ردود الافعال على السوشيال ميديا على الكبير قوي، ناس كلها بتتجمع وقت الفطار على السوشيال ميديا. احمد مكي عامل حاله بصراحه بيفكرنا باجواء رمضان زمان. يمكن ايامنا مثلا كانت بكار جمانه مثلا مرحله ما قبل بوجي وطمطم، لكن كنا بنتجمع دايما احنا وقت، مش كده؟ كنا بنتجمع دايما وقت الفطار نتفرج على الحاجات دي. انا مرحله ما قبل بوجي وطمطم. فالجميل في الموضوع حاجه دمها خفيف مناسبه لكل افراد الاسره. كمان حلقه امبارح بصراحه بقى المزاريطة بتاع مهرجان المزاريطة ده، لا شايفه يعني مربوحه؟ شفتي مربوحه؟ شفت مربوحه طبعا. بس يعني هو الكبير فعلا السنه دي في مسلسلات كتير حقيقه قوي حلوه السنه دي. يعني يمكن السنه دي فعلا مش بنتكلم بالكم، احنا بنتكلم بالكيف. المواضيع حتى يمكن المسلسلات الكوميدية مسلسلات لطيفة جدا. كمان بعدنا فاكر كان في فترة كده كانت الكوميديا مقتصرة على يمكن كوميديا ليها علاقة بالشكل أو ليها علاقة ممكن تكون بالتنمر للأسف، لكن احنا شايفين السنة دي الكوميديا فعلا كوميديا رجعتنا بقى للكوميديا بتاعت زمان. كوميديا موقف، كوميديا موقف، بنضحك فعلا من قلبنا، بنتجمع فعلا كلنا عشان نستنى كل حلقة. لو اتكلم على الكبير او لو اتكلم كمان عن اكرم حسني كمان مقدم الحقيقة مسلسل لطيف جدا جدا وخفيف جدا. صحيح. الجميل كمان في احمد مكي انه الافيه اللي بيقوله في الكبير قوي في متعوب عليه، يعني مش بيرمي افيه عادي كده خلاص، لا افيه ليه خلفية. انت تكون فاهم الافيه لما تكون عارف خلفية الموضوع. فبجد لا، المصروف عليه، المصروف عليه مجهود، مش مصروف عليه فلوس، مصروف عليه مجهود. مساحات للنجوم الجديده، يعني شايفين نجوم صاعده موجوده في الكبير ليهم مساحات، دورهم كبير، دورهم مش صغير، وعلموا معانا.
فدي حاجه انا شايف كمان هي لطيفه جدا، فكره انت تدي فرص لنجوم جديده او لمواهب جديده. كمان الكوميديا عندنا بالنسبه لنا كمان مش سهله خالص. صحيح. ان احنا حد يعرف يضحكنا ده صعب جدا. اي حد ممكن يعرف يبكينا، اي حد ممكن يعرف يعيطنا عادي، لكن حد يضحكنا صعب جدا. احنا شعب دمه خفيف اصلا. صحيح. وخلاص شفنا بقى الكبير 1 و2 و3 و4 و5، فكان تحدي بالنسبه للمكي ان هو يعمل الكبير 6. وجميل في الموضوع كمان روح احمد مكي، لانه بيذكر اسماء زمايله الفنانين اللي بيأدوا اعمال رمضانيه ممكن تكون منافسه كمان في الكبير قوي بمنتهى الاريحيه، ويعني ده يعني فاهمه نفسيته حلو. صحيح. في نقطه كمان تانية، فكره تعدد الشخصيات، كل شخصيه بخط مختلف تماما عن الشخصيه الثانيه، لغه جسد مختلفه تماما عن الشخصيه الثانيه، وانت بتتفرج ان كان على الكبير ان كان على جوني ان كان بتتكلم على حزلقوم بتتفرج على حزلقوم، كل شخصيه فعلا منفصله تماما، تحس ان هم الثلاث بني ادمين مختلفين. صحيح. فدي موهبه فذه حقيقي. يعني كل التحيه لاحمد مكي، كل التحيه كمان لكل القائمين على مسلسل الكبير، والحقيقه المسلسلات السنه دي كلها يعني تستحق التحيه والاشاده. خلاص يا جمان احنا بنودع الشهر الكريم، لكن لسه عندنا كلام كتير جدا عن اجواء رمضان في مصر، مختلفه دايما في مصر عن بقيه الدول. والحقيقه ان احنا لما نيجي نتكلم عن الاجواء لازم نتكلم عن اجواء رمضان في القاهره التاريخيه، حي حسين، خان الخليلي، مسجد السلطان حسن، مسجد عمرو بن العاص، كل هذه المناطق في مصر القديمه ووسط البلد بيكون ليها اجواء رمضانيه مختلفه، هنشوفها من خلال هذا التقرير. تتألق ليالي رمضان وأيامه في مصر بأجواء خاصة في مناطق القاهرة التاريخية، والتي تجعل ليالي هذا الشهر أكثر دفئاً وبهجة مع الاحتفاء بالطقوس الرمضانية. ويعد مسجد ومدرسة السلطان حسن من أجمل المعالم التاريخية والمميزة في أجواء ساحرة من شهر رمضان، وحيث يعود إنشاء هذا المسجد إلى العصر المملوكي في القرن 13. يتمتع المسجد بعمارة إسلامية متفردة، ويتميز أيضاً بموقعه وسط مجموعة من أشهر المعالم الإسلامية. ويعتبر حي الحسين واحداً من أهم الأحياء التاريخية في القاهرة، والمميز بأجواء رائعة خلال شهر رمضان، وبالتأكيد من أشهر معالم حي الحسين هو مسجد الحسين الأثري الذي تحيط به أجمل المقاهي التاريخية المثالية لقضاء ليالي رمضان وسط أجواء روحانية ساحرة في الشهر الكريم. خان الخليلي يعتبر من أهم الأسواق التاريخية والوجهات السياحية في الشهر الكريم، فهو بازار عتيق يعود للعصر الفاطمي، ويتميز بالعديد من المباني الأثرية والمحلات التي تبيع المشغولات اليدوية والهدايا التذكارية. ويعد جامع عمرو بن العاص من أهم المساجد التاريخية التي تشهد إقامة صلاة التراويح والاحتفال بليلة القدر وسط أجواء روحانية خلال الشهر الكريم. كمان من الطقوس الرمضانية اللي بتتميز بيها مصر هي الخيام الرمضانية. الخيام الرمضانية موجودة من أيام العصر الفاطمي، وكانت عبارة عن حلقات ذكر وتواشيح دينية ومكان بيتجمع فيها المصريين في ليالي رمضان. تطور شكل الخيمة الرمضانية مع مرور الوقت وبقى في إطار روحاني يتماشى مع الشهر الكريم. تشتهر مصر بالكثير من الطقوس الفريدة والمميزة لشهر رمضان، والتي دائماً ما تعطي للمحروسة طابعاً خاصاً بها خلال الشهر الكريم، ومنها الخيم الرمضانية. عرفت الخيم الرمضانية في القاهرة في العصر الفاطمي، وكان يطلق عليها اسم بيت الشعر، وكانت تضم مسابقات وحلقات ذكر وتواشيح دينية، بالإضافة إلى تقديم الأكلات الشعبية المصرية المرتبطة بذلك الشهر. ويعتقد أن أصل الخيام الرمضانية يعود إلى السرادق، وهي خيام نصبت في القاهرة للناس لتقديم التعازي، ومع مرور الوقت بدأ التجار في استخدام السرادق لأسباب أخرى، ثم ظهر نوع من الخيام الرمضانية الترفيهية التي تقدم الفلكلور المصري، فكنا نستمع فيها لكبار المطربين مثل محمد عبد المطلب أو شفيق جلال أو عمر الجيزاوي وغيرهم،
وذلك في إطار روحاني محبب للمصريين ويتماشى مع حرمة الشهر الكريم. طبعاً زي ما كنا بنتكلم كمان قبل التقرير إنه أجواء رمضان في مصر مختلفة، ومسألة الاحتفالات وسهر الناس في الشارع وهم طبعاً مستنيين السحور، يعني الناس تقريباً الجمانة بتخرج من بعد الفطار تصلي التراويح وبعد كده ينزلوا ويتقابلوا ويقعدوا مع بعض لحد السحور ويروحوا بقى بعد صلاة الفجر. فبصراحة يعني أجواء مختلفة عندنا. لا أجواء رمضان طبعاً تختلف كمان عن أي وقت في السنة، ورمضان في مصر فعلاً حاجة تانية. الناس كلها دايماً تلاقيها موجودة في الشوارع، الأطفال الصغيرة بتلعب على طول في الشارع، دايماً تحس الشارع كده ونس وزحمة، والفوانيس حتى بنشوف على طول الفوانيس في كل البيوت في كل البلكونات. الحقيقة جو رمضان يعني على قد ما بيوحشنا من السنة للسنة، بس فعلاً بنستمتع صحيح. كل يوم فعلاً بكل تأكيد. ده معاد موجز الأخبار مع دينا. تفضلي دينا. بشكرك محمد. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفي برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية. أعرب الرئيس السيسي عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما دعا الرئيس السيسي الله أن يجعلوا عيدا مباركا سعيدا، وأن يعيده عليهم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقي. بعث البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المقصية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وتقدم البابا تودروس في برقيته بالأصالة عن نفسه وباسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للرئيس السيسي بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يوفق مساعي في تنمية الوطن وأن يبارك سعيه لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين. كما بعث البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. كما بعث البابا تودروس الثاني برقيات تهنئة بعيد الفطر المبارك إلى كل منا وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزير الداخلية محمود توفيق، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. كشف تقرير صادر عن إدارة الخدمات الزراعية الدولية في وزارة الزراعة الأمريكية بأن إنتاج مصر من السكر المقرر من المتوقع أن يرتفع بنحو 2.5% في السنة التسويقية 2022-2023. وقال التقرير أن مصر تحافظ على ثبات إنتاجها من القصب السكر، مشيرة إلى أن مناطق إنتاج بنجر السكر آخذة في التوسع. ولفت التقرير الأمريكي إلى توقعات مكتب الشؤون الزراعية الدولية بالقاهرة بزيادة إنتاج السكر المقرر 70,000 طن ليصل إلى 2.92 مليون طن في السنة التسويقية 2022-2023. يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم جولة في غرب أفريقيا تشمل السنغال والنيجر ونيجيريا بهدف تسليط الضوء على تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على القارة الأفريقية. وأوضحت الأمم المتحدة أن جولة غوتيريش تبدأ السنغال على أن تبدأ زيارته الرسمية في الأول والثاني من مايو المقبل، ويزور بعدها النيجر حتى 3 مايو، على أن يتوقف في نيجيريا في 3 والرابع من الشهر ذاته. وأشارت المنظمة إلى أن غوتيريش سيلتقي رؤساء الدول 3، كما سيعقد اجتماعات مع ممثلين المجتمع المدني وشخصيات دينية. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون ضرورة تسهيل مهمة المؤسسات الأجنبية التي ستراقب الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 مايو المقبل. وخلال ترأس اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، دعا عون إلى وضع قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات وفقا للقواعد المحددة، وشدد على أن ضمان جزء كبير من نجاح الانتخابات النيابية يتوقف على التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية.
كما أكد أهمية دور هيئة الأشراف على الانتخابات في تأمين انتخابات نزيهة وحرة وشفافة. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حل الانسداد السياسي لا يكون في الخطابات السياسية، وإنما في محاولة استعادة الثقة على حد تعبيره. وشدد الكاظمي على أنه لم يضع في عمله الاقتصادي أي أهداف ترويجية، معتبرا أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق دون ما وصفها بالمعاناة. كما أكد رئيس الوزراء العراقي معارضته ورفضه لكل الطلبات التي كانت تريد منه المشاركة في الانتخابات، معبرا عن رضاه عما أنجزه خلال عامين من عمر الحكومة. نهاية موجز التاسعة، فاصل وعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنرحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. النهاردة يعني زي ما كنا بنتابع كده على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا انه النهاردة طبقا للحسابات الفلكية هتشهد الكرة الأرضية كسوف جزئي للشمس. ايه الحكاية بالظبط؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم على حضراتكم، وصباح الخير على مصر كلها، وكل سنه وانتم طيبين. يعني اولا عيد العمال بكره ان شاء الله، وثانيا عيد الفطر مبارك، كل عام ومصر كلها بخير. وحضرتك بخير يا فندم. طيب لو تكلمنا يا فندم عن هذه الظاهره، يعني كلمنا عن الكسوف الجزئي للشمس. بدايه كده نعرف المشاهدين يعني ايه ظاهره كسوف للشمس. الكسوف لما بيكون الارض والقمر واقع ما بين الشمس والأرض، فبيحجب نور الشمس عن الأرض، وبالتالي بيبقى كسوف. الكسوف ده بيكون ليه درجات أو مراحل. كسوف جزئي زي النهاردة أو كلي لو القمر مغطي سطح الشمس كله. على عكس من الكلام ده الخسوف، لأن في ناس كثيرة بتتلخبط ما بين الكسوف والخسوف. صحيح. الكسوف دائما للشمس والخسوف دوما للقمر، اللي معناه بيكون الشمس واقعة ما بين الأرض والقمر، فبتحجب انعكاس الشمس على القمر للارض، وبنشوف القمر مخسوف. الظاهره اللي هتحدث النهارده هو كسوف جزئي للشمس، معناه ان القمر هيغطي حوالي 64% من قرص الشمس، ولذلك بنسميه كسوف جزئي. الكسوف دوت للاسف احنا مش هنشوفه في مصر ولا المنطقه العربيه، لان هيحدث الساعه 8:35 دقيقه مساء، يعني هتكون الشمس غربت عندنا. هيتشاف في أمريكا الجنوبية وجنوب المحيط الهادي وجنوب المحيط الأطلنطي. هيستمر لمدة 3 ساعات و40 دقيقة تقريبا، بمعنى أنه هينتهي الساعة 1:45 صباح الأحد 1 مايو. يمكن برضو بيتردد على مواقع التواصل لما بيكون في ظواهر كبيرة زي كده، الشمس فيها كسوف وبقى يعني ايه، في غضب من ربنا على الارض او غضب الطبيعه او حاجات زي كده اطلاقا. احنا بناكد دي ظاهره فلكيه في نصابها الطبيعي، ما فيش فيها اي غضب ولا اي حاجه غير طبيعيه. احنا طبعا الحسابات الفلكيه احنا عارفين من بدري ان الكسوف ده معاده. ده معاده يعني معنى كده يا فندم ان هذه الظاهره سنويه في نفس التوقيت من العام بتكون هذه الظاهره؟ لا، مش لازم تكون سنويه، لكن معروف حسابها طبقا للمدار بتاع القمر والارض والشمس، فبالتالي احنا عارفينها من حساباتنا الفلكيه، لكن مش ثابته في مواعيد ثابته سنويا، عشان نقدر نقول كل سنه مثلا في شهر مايو او في شهر ابريل هيبقى فيه كسوف للشمس. لكن دوما كسوف الشمس لما بيحدث بيكون مع بدايه الشهر العربي اللي فيه القمر، او بيكون في طور المحاق، المحاق اخر الشهر او الهلال اول الشهر الجديد. ما دون ذلك ما بيحدثش كسوف للشمس. لكن تاني برضه بنستغل الفرصه بنقول اي ظاهره فلكيه احنا بندعو كل المواطنين اللي يقدر ينظر ليها ويتابعها ويستمتع بيها، سواء بالعين المجرده او بالكاميرات المعظمه او التلسكوب ان امكن، الا في حاله اي ظاهره مرتبطه بقرص الشمس زي كسوف الشمس، او لو فيه عبور جرم سماوي
امام قرص الشمس، فده بنحذر المواطنين من النظر بالعين المجرده للشمس لانها ممكن تؤدي للعمى لا قدر الله. لكن ما دون ذلك يستمتعوا بالظواهر. الايام الماضيه كان عندنا اقتران للقمر مع عدد من الكواكب، وكانت ظاهره جميله جدا، يعني بترى في النصف الثاني من الليل لحد شروق الشمس. يوم 12 مايو الجاي هيكون عندنا خسوف جزئي للقمر، وده هيشاف هنا في المنطقه بتاعتنا. في ندعو كل المواطنين يستعدوا لي لهوات الفلك طبعا ويستمتعوا بمتابعه تلك الظاهره. طيب دكتور جاد، يعني حضرتك بتتكلم على هذه الظواهر اللي بنشهدها، يعني عايز اعرف من حضرتك هل في اضرار ممكن تحصل على سبيل المثال نتيجه لكسوف الشمس او خسوف القمر، او هل هذه الظواهر ممكن يكون ليها دلالات نستفيد منها علميا؟ هنبدا من الجزء الاخير. دلالات علميه طبعا احنا كمعاهد فلك وباحثين فلك بنستفيد منها بحاجات كثيره. اولا بتدي فرصه اكبر لرصد قرص الشمس او سطح القمر. حضراتكم عارفين ان دراسه سطح الشمس مهم جدا علشان العواصف الكهرومغناطيسيه والبقع الشمسيه، فدي بتدي فرصه علميه اكبر لاتاحه الدراسات دي. لكن كأضرار مفيش أضرار على الأرض، بالعكس يعني ظاهرة الكسوف للشمس بتمنع جزء كبير من الأشعة اللي بتصدر من الشمس من الوصول للأرض أثناء عملية الكسوف، فبالتالي ملهاش أضرار. الضرر الوحيد فقط لو أي من المواطنين المتابعين حاولوا ينظروا للشمس بالعين المجردة. تمام؟ كذلك ظاهرة خسوف القمر، بل العكس ده هي ظاهره بتبقى جميله والناس كثيره بتطلع بتتابعها وتستمتع برؤيتها، ملهاش اطلاقا اي اضرار اكتر من ان احنا بنستفيد علميا من تدقيق حساباتنا الفلكيه. حضراتكم نعرف ان دوما يعني بيثار برضه لغط على مواقع التواصل مع بدايه الشهور العربيه وتحديدا رمضان والاعياد، واحنا صمنا يوم بدري او صمنا يوم متاخر. صحيح، احنا بناكد للناس لان الحسابات الفلكيه مظبوطه، بنأكد حساباتنا الفلكيه وبندققها اللي هي دقيقه بالفعل من خلال الظواهر الكبيره زي كده. يعني بنقول النهارده مثلا في كسوف للشمس هيحصل يوم كذا والساعه كذا والدقيقه كذا، بيحدث في الدقيقه او في التوقيت اللي متحدد، مع ان الحسابات والاسرار الفلكيه مظبوطه. تمام، دي نقطه مهمه جدا يا دكتور الحقيقه، يعني مع الرؤيه او الاراء الفقهيه. بالعكس يعني طبعا في مجالات واسعه، وده يعني سماحه الدين ان دايما بيبقى في مساحه للرأي الفقهي اللي بتتيح الاختلاف طبعا في مذاهب وفي آراء كتيرة كلها مقبولة إن شاء الله. إن شاء الله طبعا. يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن تشغيل 116 قطار إضافي مكيف وعادي طول فترة تشغيل عيد الفطر من 25 إبريل ولحد 11 مايو اللي جاي، وده تيسيرا على جمهور الركاب وأهل الصعيد بمناسبة العيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس حسام البسطويسي نائب رئيس هيئة السكك الحديدية. باشمهندس صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك في البداية إيه خطة الهيئة في العيد؟ إحنا هنقول البداية الأول طبعاً إحنا بنهني الشعب المصري والقيادة السياسية لغاية كل فرد في شعب مصر في الايام الجميله اللي احنا فيها دي، ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين جميعا. وطبعا الهيئه القوميه لسكك حديد مصر ما بتتواناش في خدمه جمهور الركاب وتقدم الجديد لكل المصريين. طيب اتفضل يا فندم. اتفضل. طيب خلينا نعرف بدايه، لانه اكيد اول سؤال هيجي في ذهن المشاهدين يا فندم انه الحجوزات، يعني طريقه حجز تذاكر القطار هتكون ازاي؟ هتكون اونلاين؟ هتكون في محطات القطار؟ هتكون قبلها بيوم؟ هل في عدد محدد لكل فرد؟ يعني لو حضرتك تكلمنا باستفاضه عن طريقه حجز التذاكر للقطارات. يا فندم احنا طبعا حاولنا ننزل القطارات المصريه لخدمه اخواننا خاصه في ابلي، فنزلنا بحدود 122 قطر خلال المده من 25/4 ل 10/5. القطارات دي ما بين مكيفه وما بين عاديه، ما بين القاهره واسوان، وفي قطرين ما بين اسكندريه واسوان. طبعا عمليه الحجز موجوده طبعا عندنا كهيئه موفرينها في اكثر من منفذ.
يعني عندنا 458 شباك موجودين بتصرف التذاكر على مستوى الهيئه. عندنا مكاتب المدينه، عندنا مكاتب خاصه في الجامعات والنقابات والهيئات القضائيه، عندنا مكانات صرف التذاكر الذاتيه اللي هي الاي تي ام اسمها تي بي ام، وعندنا طبعا تطبيق الهيئه او موقع الهيئه على الموبايل ابلكيشن. ده كل ده يسهل على جمهور المسافرين. طيب بالنسبه للناس اللي هتحجز اونلاين او عن طريق التطبيق لازم يطبعوا التيكت معاهم؟ لا مش لازم يا فندم، ممكن يعني رئيس القطر يشوفها من خلال الموبايل. رئيس القطر يبقى معاه معلومه ان هو الراجل حاجز ومعاه هو برينتر هو له وبيشوفها على الموبايل مع طيب يا باشمهندس، يعني حضرتك اتكلمت انه هيكون في زياده لعدد او في زياده في حركه القطارات، عايز اعرف من حضرتك هل مواعيد القطارات هتتغير؟ مواعيد القطارات ما فيش تغيير لها خالص. مواعيد القطارات هي ثابته، القطارات الاوروبيه اللي احنا بنجيبها دي برضه لها جداول معينه احنا طبعا كهيئه مخططين لها وماشيه في مسارات معينه ومحفوظه يعني. كويس ان حضرتك وضحت النقطه دي، لان في ناس متعوده تركب قطارات معينه بمواعيد معينه بخلاف القطارات اللي بتزيد، فعارفين مواعيدها فهتسافر في المواعيد دي. تمام. احنا القطارات الاضافيه اللي احنا قلناها دي بخلاف القطارات اللي هي المجدوله. انما المجدوله دي في مواعيدها ثابته زي ما هي. ثابته زي ما هي في شيء تغير عليها. ده عظيم جدا. طب يا فندم بالنسبه لاسعار التذاكر، هل في اختلاف في اسعار تذاكر هذه القطارات الاضافيه؟ لا هي نفس الاسعار ثابته ونفس محطات وبرضه بنبقى اعلنا عنها قبل كده، ولكن ما بيوصل بيخش على اي استفسار عليها في الشباك او خدمه العملاء او الكلام ده كله بيلاقي الوضع المناسب ليه. طيب بكل تاكيد يا باشمهندس هيكون في ضغط، هل في حملات بقى لمتابعه حركه القطارات خلال الفتره دي؟ يا فندم احنا عاملين طبعا الفتره دي بتبقى كلها خطه طوارئ طبعا، عاملين اداره الازمات وعاملين لجان تفتيش وعاملين تنسيق مع شرطه النار والمواصلات. احنا الحمد لله مأمنين الوضع لغايه دلوقتي. طيب باشمهندس اخيرا، لو حد من المسافرين يعني شايف انه في مر باي مشكله او واجهته اي مشكله، هل في خط او في رقم ممكن يتصلوا عليه للاستفسار او للشكاوى؟ في رقم للشكاوى وفي كل محطه مركزيه في مكتب لخدمه العملاء، وفي كل محطه في مكتب لنظر المحطه بيقدر يستقبل اي شكوى. طبعا زائد بالاضافه الى بوابه المنظومه غير الحكوميه، الشكاوى الحكوميه اللي ممكن تشتكي عليها، وان شاء الله مش هيبقى في شكوى. ان شاء الله يا فندم. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر وكل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه. المهندس كل سنه وحضرتك طيبه ومصر كلها طيبه. شكرا يا فندم. المهندس حسام البسطويسي نائب رئيس هيئه السكه الحديد، نشكرك جزيل الشكر يا فندم. اهلا بحضراتكم مره تانية. من فضائل الايام الاخيره في شهر رمضان المبارك هي زكاه الفطر اللي بتعتبر من الفروض الواجب تنفيذها على كل مسلم ومسلمه. عشان كده النهارده حبينا ان احنا نلم بكل تفاصيل هذه الفريضه، ايه احكامها، ازاي نقدر ننفذ بنودها، ايه هو الاصل في زكاه الفطر، هل لازم تخرج الزكاه على هيئه فلوس بس ولا في بدائل اخرى ليها. اسئله كتير جدا هنجاوب عليها النهارده مع الدكتور محمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء المصريه اللي نورنا النهارده في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور يا فندم. نورنا. كل سنه وحضرتك طيب. كل عام وانتم بخير، والساده المشاهدين ربنا سبحانه وتعالى يحسن لنا ختام شهرنا على خير ان شاء الله. طيب خلينا في البدايه دكتور نفهم من حضرتك المفهوم الفقهي لزكاه الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وملائكه الله. الشريعه جعلت زكاه الفطر جبرا لخلل الصيام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، تماما يشبهونها بالسنن الرواتب في الصلاة تجبر خلل الفريضة. وهذا كله من رحمة الله بعباده، لأنه يعلم أن عباده لا يطيقون أداء العبادة على الوجه الذي يستحقه سبحانه وتعالى، فقد يحصل بعض الخلل، بعض الكلام، بعض الخدش للصيام، فتأتي هذه الزكاة تجبر الخلل. كل الخلل؟
تجبر الخلل حسن الظن بالله، كلما صدقت النية وكلما رافق إخراج الزكاة التوبة كلما كان ذلك متابا حقيقيا ومحوا لكل ذنب وإثم. عظيم. متى تخرج زكاة الفطر؟ هذه الزكاة هي في الحقيقة وقت وجوبها، أي سبب وجوبها أن يدرك الإنسان مغرب آخر يوم من رمضان. يعني المغرب ده أول ما يدن المغرب في آخر يوم من رمضان يبقى كده بدأت ليلة العيد. تمام. بدأت ليلة العيد لأن كل يوم تبدأ ليلته قبله. فلما ينتهي آخر يوم من رمضان ويؤذن المغرب هذا سبب وجوب زكاة الفطر. ولذلك من مات قبل هذا اليوم، من مات قبل أذان المغرب فليس عليه زكاة. والجنين إذا خرج من بطن أمه قبل أذان المغرب فيجب أن يؤدى عنه زكاة الفطر، فإذا خرج من بطن أمه بعد أذان المغرب يعني في ليلة العيد فلا تجب عليه الزكاة. وهكذا الجنين في بطن أمه لا مش مفروض عليه زكاة الفطر. وهو في بطن أمه، هو في بطن أمه. لكن لو خرج قبل المغرب، لو لا لا بعد، يعني لو أن المغرب أذن وهو ما زال جنينا في بطن أمه يبقى ما فيش زكاة عليه. لكن لو ولد، أيوة صحيح، لو ولد قبل أذان المغرب يبقى الحد الفاصل في وقت وجوبها اللي هو إيه، أذان المغرب اللي هي أول ليلة العيد أو آخر غروب الشمس من رمضان. طيب يا دكتور، من يؤدي هذه الفريضة؟ يعني اللي يدفع الزكاة لازم يكون رب الأسرة؟ لو الأب متوفي مثلا أو لو عيلة لازم الأب فقط هو اللي يخرج هذه الزكاة، ولا ممكن كل فرد يخرج عن نفسه هذه الزكاة؟ الذي يعول المتكفل بالنفقة. المتكفل بالنفقة هو دائما الذي تجب عليه زكاة الفطر. وزكاة الفطر يعني في عمومها تجب على كل طوائف المسلمين غنيا أو فقيرا ما دام يجد قوت يومه. وهو ده المميز ليها، أنها تجعل كل مسلم له يد في إعطاء زكاة الفطر. حتى لو كنت فقيرا، لكن ما دمت تملك قوت يومك وعندك أزيد من قوت اليوم بمقدار زكاة الفطر فهي واجبة عليك، ليتشارك كل أفراد المجتمع في هذه الشعيرة العظيمة وتصنع جوا من العطاء. بعد هذه العبادة، عبادة الصيام عبادة عظيمة ولكنها عبادة قاصرة، تتحول مع زكاة الفطر إلى عبادة متعدية. وفي الحقيقة أنت تعطي شكرا لله على أن بلغك رمضان وأتممت صيامه وقيامه. صحيح. يبقى هي في الحقيقة طهرة للصائم وتطهير للذنوب، هي في الحقيقة شكر لله تعالى على أن وفقنا لبلوغ رمضان وأعاننا على صيامه ووفقنا فيه للأعمال الصالحة. فهي مظهر تكافلي من أروع المظاهر بعد هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، تتحول فيه طوائف المجتمع إلى عطاء وإنفاق وبحث عن الفقراء. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير ويوضح مقصودها الأعظم، بيقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هو الفقير هيعمل، هيدور على قوت يومه. طيب تعال في يوم العيد وما تخلوش يدور على قوت يوم. ليه؟ خليه يفرح زيك. عايزين تتشارك طوائف المجتمع في الفرحة، كما يلعب الولد الغني الولد الفقير برضه عايزينه يلعب. صحيح. حتى نشعر بالتآلف والنسيج الوطني الواحد. عظيم. طيب حضرتك قلت هي واجبة من يخرجها ومن يعول الأسرة. لا. طيب لحد إمتى في الإسلام أنا أفضل أعول أبنائي؟ لحد سن كام أنا مسؤول عنهم أن أنا أصرف عليهم؟ حتى يقف على رجليه ويستطيع أن يعني يعطي ويستطيع، يعني ما فيش سن معين مثلا لحد ما يتخرج ويشتغل مثلا أو يكون لي مصدر دخل؟ يعني دائما ما دام محتاجا لي فأنا مكلف به. عظيم. لكن لما يشب على قدميه ويستطيع أنه هو ينطلق وينتج في المجتمع يبقى ساعتها يبقى ايه، مكلف بمن يعول. وبعدين زكاة الفطر هنا لما بنتكلم عنها بنتكلم عن مقدار
حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. مقدار زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير. هذه التقديرات النبوية تخضع لعصره صلى الله عليه وآله وسلم، وتخضع للبيئة، وتخضع لحاجة الناس. ولذلك فعندما نقدرها في هذا العصر نحن أيضا نقدرها حسب حاجة الناس، ودائما تقدير زكاة الفطر يكون بأضعف وأقل المستويات المادية في المجتمع. قدرت بكم يا فندم؟ احنا قدرناها في دار الإفتاء المصرية ب 15 جنيه كحد أدنى. معنى 15 جنيه مش معناها إن أي حد يخرج 15 جنيه، لا، معناها إن أنت لو كنت فقيرا وعندك فوق قوت يومك بمقدار 15 جنيه للفرد من أسرتك وجبت عليك الزكاة. يعني أنتوا عيلة مثلا مكونة من 3 أفراد وأنت فقير لكن عندك 45 جنيه زائدة عن قوت يومك وجبت عليك زكاة الفطر. مش معناها أن الإنسان المرتاح ماديا يخرج 15، لا، ما أنت بص لأصناف الإيه، لأصناف الطعام الذي أو القوت الذي أوجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزكاة الفطر. هتلاقي الزبيب، الزبيب غالي، صحيح، هتلاقي أنماط أخرى من الطعام أنت ممكن تقدرها لما تحكي على الزبيب هتبقى 175. طيب عظيم، في نقطة تحديدا بطعام آخر هتبقى 30، وهكذا. يبقى احنا لما بنقدرها، ودي مسألة مهمة لازم ننبه عليها طبعا، لأن دايما يسأل لك مقدار زكاة الفطر كام؟ لا، ده الحد الأدنى هي 15 جنيه. طيب لكن انت ما تطلعش 15 جنيه، انت طالما انت مقتدر، انت مقتدر لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. طيب انا شفت امبارح على السوشيال ميديا بمناسبه كلام حضرتك حد بيقول ان انا طول شهر رمضان كنت بعمل اعمال خير وما ذكرهاش عشان الناس برضو ايه ما تعرفش حاجه زي دي، فبيقول انا انفقت الحمد لله ربنا وسع عليا وانفقت كتير في رمضان، هل زكاه الفطر لو طلعتها 15 جنيه فهي كده سقطت عني خلاص، ولا بما اني مقتدر اطلع اكتر من 15 جنيه؟ زكاه الفطر بند بند خاص. انما الاعمال بالنيات. عايزين ننبه على هذا المعنى، دايما لما بطلع حاجه او بعمل عمل نيته معه، انا بطلعه ليه؟ انا بشكر ربنا على نعمه الصيام، انت اديت في الشهر دي حاجه جميله، كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان، وكان اجود بالخير من الريح المرسله. والريح المرسله هنا معناها التي لا تلتفت خلفها، يعني يعمل خير ويستنى الخير اللي بعده ويستنى اللي بعده ولا يمن على احد. ده معنى الانفاق في سماحه وسهوله. لكن هي القضيه هنا ايه؟ أنا بطلع زكاة الفطر طهرة لصومي وشكرا لله على بلوغ شهري وإتمامه قياما وصياما وأعمالا صالحة. يبقى لتكن الزكاة على قدر معنى الشكر. العبادة دايما لازم أحس بيها وأعرف أنا بعمل إيه. أنا بشكر ربنا وبقول له يا رب لا تجعله آخر العهد من رمضان. أنا بطلع زكاة الفطر المفروض عيون قلبي بتدمع. ليه؟ أنا يعني على فراق شهري، أقول له أيها الشهر ترفق دمع عيني قد تدفق. أنت لسه جاي من كام يوم، أياما معدودات، ولسه بنقول أهلا، دلوقتي بنقول لك مهلا، فاضل فيك ساعات، فضيف حبيب عزيز. فأنت لما تودع الضيف الحبيب الجميل العزيز إلى قلبك اللي بيغير حياتك وبيرقق قلبك وبيعيشك مع الله سبحانه وتعالى، أشكر ربنا شكرا يليق بالشهر. طبعا. هي دي زكاة الفطر. عظيم. طيب يا دكتور، احنا اتكلمنا على وقت إخراج الزكاة زي ما حضرتك قلت بعد مغرب آخر يوم في رمضان. نعم. آخر معاد ممكن نخرج فيه زكاة الفطر إمتى؟ جماهير الفقهاء بيقولوا آخر معاد المغرب، مغرب العيد. مغرب العيد. لكن بعض الفقهاء قالوا بآخرها صلاة العيد. استدلوا بحديث يعني من أخرجها قبل العيد فهي زكاة ومن أخرجها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات. لكن الجمهور قالوا صدقة من الصدقات يعني محسوبة، لكن أجرها قبل العيد أكبر. ليه؟ هتدي مجال للفقير إن هو يلحق يفرح، يلحق يشتري الحاجة اللي تفرحه، صح، يلحق يجيب الحاجة اللي تناسب عياله. ولأجل هذا، لأجل هذا المعنى
قلنا إن الأفضل في هذا العصر إخراجها مالا. وخلي بالك من المعنى ده، المعنى ده وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصره الشريف قد قدرها قوتا صاعا من كذا أو كذا أو كذا، لكن هذا كان يناسب العصر النبوي. الناس محتاجين إيه في يوم العيد؟ عايزين يأكلوا. صحيح. المشكلة في الطعام وفي الإتيان بالقوت. دلوقتي المشكلة مش مشكلة أكل، المشكلة دلوقتي مشكلة فرحة ومشاركة. فأنت تديله الفلوس هو أدرى بما يصلح له وأدرى بما يغنيه عن الطواف، هو عايز يفرح زيك. ولأجل هذا قلنا إن إخراجها مالا أنسب للعصر، وهو مذهب جماعات من العلماء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا دائما أن ننظر إلى مقصود الشرع وألا نقف عند العصر النبوي. في فرق كبير بين أن نتبع المنهج النبوي وبين أن نسحب العصر النبوي. العصر النبوي عصر له وسائله وله بيئته وله أعرافه، لكن العصور تختلف. يعني أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الإسلام ليس حكرا على عصر واحد. الإسلام كما خطب به البدوي في الصحراء خطب به أيضا رائد السفينة في الفضاء. صحيح. فهو يصلح لكل الأسقف المعرفية ويتسق مع كل الحقائق العلمية. عظيم. من يستحق زكاة الفطر؟ وهنا عندي سؤال برضو في من هو يستحق زكاة الفطر. بعض الناس بيقولوا أنه الأب ممكن يعطي لبنته زكاة الفطر لو كان حال زوجها غير ميسور. هو في الحقيقة نريد أن نبتعد بالزكاة عن الأصول والفروع. بنتك لو هتحتاج أنت هتديها من مالك. سيب الزكاة. عظيم. سيب الزكاة لغير الأصول والفروع. لا نريد أن نجعل الزكاة وقاية لأموالنا، الزكاة دي زيادة لأموالنا، ما نقصت صدقة من مال. ولذلك الأصول والفروع أمك لو احتاجت أنت هتديها من فلوسك، مش هتديها زكاة. ولكن من لا تجب عليك النفقة له من الأقارب برضو، زي أختك مثلا، زي أقاربك من جهة الأم أو الأب، كل هؤلاء ما داموا محتاجين ولا تجب عليك نفقتهم فيجوز لك أن تعطيهم من زكاة مالك، ولك أجران، أجر صلة الرحم وأجر الزكاة. يبقى زكاة الفطر مصرفها هي زكاة المال كما قال الفقهاء، لكن زكاة الفطر تختص وتتميز بأنها لإغناء الفقراء والمحتاجين في يوم العيد. شعيرة بهجة يمكننا أن نسميها شعيرة بهجة، بهجة للصائم لأنها تمحو ذنبه وتجبر خلل صومه، ورمز لشكر مولاه على ما أولاه من صوم وقيام ونفقة وعمل صالح، وفي نفس الوقت بهجة للمجتمع وشعور بالألفة بين أفراده. يعني أجمل شيء أن تجد صلاة العيد ويجتمع لها جميع الطوائف وجميع الطبقات وجميع المستويات المادية، يقف الفقير بجانب الغني، يقف القوي بجانب الضعيف، يقف يعني من يجد بجانب من لا يجد، ويشعر الناس بهذا التناغم وهذه الشعيرة المجتمعية، يعني تفعل حالة من التوائم المجتمعي والحب الزائد طبعا. الذي يؤثر تأثيرا فعالا في علاقات الناس وفي حرصهم على بلادهم وحبهم لها بكل تأكيد. طب دكتور، هل في أخطاء ممكن تنتقص من ثواب زكاة الفطر؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. مهما أعطيت من زكاة فطرك فإياك أن تمن على الفقير، إياك، لأن الله قادر على أن يجعلك مكانه ويجعله مكانك، لكنه يمتحنك. خلي لسان حالك تنفق منه كيفما تشاء.
أنا موصلاتي. أنا بوصل للفقير رزقه، هو في الحقيقة رزقه. خلي بالك، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أحسنت ونعم الاستدلال. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ربنا مستخلفك فيه. ما تفتكرش يعني لا، ده انت وصلتها له، هي اصلا لما جات لك واكتسبتها انت اكتسبتها ليه؟ انت فقط وسيط، وصلت بس انت وسيط. طيب، فلما تشعر بالوساطة هنا هتشعر اكتر بمنة ربنا عليك طبعا، وان ربنا هو الممتن مش انت. طبعا. وان ربنا هو مالك نفسك ومالك مالك ومالك حالك، ومع ذلك يطلب منك أن تقرضه قرضا حسنا وليس بعد هذا ود فيضاعفه ولا طيب. محبة. لو أنا مصري وعايش برا مصر وأعول أسرة في مصر، يعني أسرتي موجودة في مصر وأنا المسؤول أن أنا أصرف عليها، زكاة الفطر بتاعتي أطلعها عني وعمن أعول في الدولة اللي أنا عايش فيها، ولا أطلعها عني في الدولة اللي أنا عايش فيها وعمن أعول في مصر، ولا أطلعها كلها في مصر؟ إحنا لنا فتوى مطولة مؤصلة في دار الإفتاء عن جواز نقل الزكاة سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة المال إلى بلد المزكي. في حالتنا هذه إخراج الزكاة لمجتمعك حتى وإن كنت متغربا، مجتمعك الأصيل فيه فوائد عظيمة، وفيه أهلك اللي قاعدين في البلد هيحسوا يعني طعم هذه الزكاة وجمالها وأثرها في من حولهم. فيجوز لمن كان خارج البلاد أن يخرج زكاته في مجتمعه وفي وطنه الأم، وهذا جائز به قال جماعات من الفقهاء، وبه نفتي لأنه أنفع للوطن وأكثر تنمية وأكثر مشاركة لأبناء البلد. طبعا يعني احنا نشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء، يعني نورتنا، وكل سنه وحضرتك طيب. كل عام وانتم بخير في هذه المناسبه الجميله الجليله، يعني نقدم عاطر التحيه والثناء لسياده الرئيس وللشعب المصري وللامه الاسلاميه كلها بهذه المناسبه، ونسال الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ختام شهرنا، اللهم أمين، وأن يجعلنا ممن أحسن ختامه كما أحسن استقباله، وأن لا يجعله آخر العهد من رمضان. اللهم لا تجعله آخر العهد من رمضان. وأقول لرمضان: ودعت قلبي ساعة التوديع، وأطعت قلبي وهو غير مطيع، إن لم أشيعهم فقد شيعتهم بمشيعين تنفسي ودموعي. شرفتنا يا فندم ونورتنا، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا لك. كده مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين. بشكرك يا جمانه. بشكرك يا محمد، وكنت سعيده طبعا بصحبتك النهارده، ومره ثانيه اتمنى ان احنا نكون يعني قدرنا نوصل لحضراتكم النهارده اخبارنا وفقراتنا، وكنا ضيوف خفاف على حضراتكم. نصبح على حضراتكم مره ثانيه، وكل سنه وحضراتكم بصحه وبخير، ويا رب دايما كده فرحانين مع بعض. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.